أبغى نتعرف على هذه المبادرة بشكل أوسع. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم في البداية على إتاحة الفرصة لعرض المبادرة. المبادرة أنا كأحد أبناء هذا الوطن الغالي، همي بأنه كيف نكون في مقدمة الدول وأيدينا وأعمالنا كبيرة. كمهندس أرى جمال الرياض وتطور والحجم الرائع اللي فيها بقيادة خادم الحرمين الشريفين صاحب الأيادي العظيمة فيها من أكثر من 50 سنة. ولكن بشكل بسيط، عندما قدومنا إلى مدينة الرياض من الأعلى، للأسف لا نرى مثل هذه الإنجازات، لكون مدينة الرياض تقع في وسط الصحراء ويحيط فيها مناطق خالية تماما من أي ملامح عدا اللون الترابي. الأسطح كذلك أصبحت برضو مهملة في الغالب، وأعطت برضو منظر غير جميل للمدينة. فلذلك تبادرت لي فكرة كيف ننظر لمدينة الرياض من الأعلى. كيف ممكن نطبق هذه الفكرة؟ الفكرة بشكل بسيط، يعني هي تطورت بناء على دراسات وتحليلات، تم حصر المسطحات، ورأيت برضو في البحث بأن لدينا أعمال تراثية رائعة وجميلة، فحاولت بأنه أضعها كلوح فنية فوق الأحياء وعلى أسطح المباني واللي هي غير مستغلة، بحيث أنه يتم تلوينها بألوان من مواد جميلة ترى من بعيد بشكل رسمة فنية إبداعية. يمكن في استعراض الصور بنرى أنه كيف ممكن تطبق هذه الفكرة. جيد، يعني الفكرة من خلال الانطباع الأولي من هبوط الطائرة وكيف تشوف الرياض، لأنه فعليا وانت نازل للرياض نعرف طبعا المساحات الفارغة قبل ما ندخل المدينة، والمدينة الأنوار فقط تشوف الأنوار، فمن الجيد أن نشوف هذا المنظر من الجمال. نتمنى لكم التوفيق في هذا الجانب، لأنه فعليا اللي بينزل الرياض بيستمتع بداخلها، لكن من المهم أنه يشوفها من فوق أجمل أيضا. بالضبط، هي في الليل يمكن تنرى الأنوار الجميلة، لكن في النهار للأسف غير حيوية من الأعلى، بينما من الأسفل رائعة جدا ونفتخر فيها ونجب أن نكون برضو. وإحنا سعداء دكتور يعني أو مهندس بهذا التفكير أيضا، خصوصا كل واحد في تخصص يحاول يجتهد. نتمنى التوفيق لكم في هذه المبادرة، المهندس يوسف الجار الله صاحب مبادرة رياض. يعطيك العافية.